عندنا تمرين مهم يا حبايبي، بيتكلم على ان انا ازاي ابسط كل من العبارات الاتيه. هنا في التمرين ده بيقول لي بسط كل من العبارات الاتيه. بمعنى تاني عايزين نستخدم خاصية التوزيع، يعني استخدم خاصية التوزيع. تعال نستخدم خاصية التوزيع عشان أحسب أول مسألة معانا. هو بيقول لي مثلا 2 مضروبة في الـ A زائد 2B. نصحى كده يا أولاد والكل ركز معايا وشوف هنعمل إيه. يا مستر دي خاصية توزيع عند أقواس واحد أهي، هو قوس بس، هنعمل ايه؟ شايف الرقم اللي بره ده كام؟ 2. هنعمل فيه ايه؟ قال هنضرب مره في الايه اللي هو في الحد الاول، ويرجع ينضرب في الحد الثاني اللي هو 2 بي. يعني كده يا مستر، رقم بره القوس يبقى توزيع، تاني رقم بره القوس يبقى توزيع. يبقى نضرب الرقم الاولاني اللي هو 2 في الحد الاول اللي هو الايه، يبقى 2 ايه. حلو. العلامة اللي بعديهم ايه يا مستر؟ علامة الزائد، نضع زائد. ارجع تاني يا مستر نضرب الاتنين في الاتنين بي، يبقى الاتنين في اتنين بي باربعة بي. تاني يا حبايبي، يبقى يا مستر الخاصية المستخدمة خاصية التوزيع، يعني اوزع الرقم اللي بره على القوس، يعني اوزع الاتنين على عملية الجمع بين حدين، اول حد اسمه ايه وتاني حد عندي اسمه 2 بي. هنعمل ايه؟ هنضرب الاثنين مره في الايه هتبقى 2 ايه، وهنضرب الاثنين مره في ال2 بي هتبقى 4 بي. تمام. تعال نشوف مسألة تانية. هنا بيقول لي ايه؟ كل ركز معايا كده. بيقول لي 3 اكس مضروبة في 2 اكس زائد 3 واي. هنعمل ايه يا مستر؟ قول معايا. يبقى ببساطة خالص زي ما عملنا في أول مسألة هنعمل في تاني مسألة. أنا بضرب التلاتة إكس، بنضرب التلاتة إكس، باخد التلاتة إكس دي مرة أضربها في الاتنين إكس، وأرجع أضربها تاني في التلاتة واي. ماشي يا مستر. الاتنين في تلاتة يا مستر بكام؟ بست. طب الاكس في اكس جلب اكس اس 2 تربيع، جت ازاي ديت يا مستر؟ في الضرب بنجمع الاسس. تاني كده، في الضرب بنجمع الاسس. يبقى 6 اكس تربيع زائد. طب يا مستر لسه 3 اكس ما انضربتش في 3 واي، ما هنعملها اهو. نضرب ال 3 اكس في ال 3 واي، نضرب الرقم في الرقم، 3 في 3 ب 9، والاكس في الواي طبعا مش متشابهين، يبقى جانب بعض كده بالشكل ده، يبقى اكس واي. اكس ايه؟ اكس واي تاني. يعني يا مستر في ضرب المتشابه لما الاقي اكس تنضرب في اكس يديني اكس اس 2 او اكس تربيع. بالظبط، لان في الضرب عند ضرب الاساسات المتشابهه
يعني لما الاقي الاكس زي الاكس بننزل الاكس، الاكس دي يا مستر فوقها واحد والاكس دي كمان فوقها واحد، فبنجمع الواحد على الواحد يديني كام يا مستر؟ يديني اتنين. تمام؟ تاني يبقى تلاتة اكس في اتنين اكس يديني ستة اكس تربيع، زائد تلاتة اكس في تلاتة واي، التلاتة في تلاتة يا مستر بتسعة. تمام؟ والاكس في الواي باكس واي عشان هما مختلفين، هما ايه يا حبايبي؟ هما مختلفين. تمام؟ يبقى عندي هنا ايه؟ تسعة اكس واي. ما ينفعش اقول 9 اكس تربيع ولا 9 واي تربيع، لان الاكس والواي مختلفين عن بعض، فلما اضرب الاكس في الواي يديني اكس واي، يديني اكس ايه؟ واي. اما هنا لما ضربت الاكس في الاكس اداني اكس اس 2 او اكس تربيع. تمام؟ تمام. نشوف مساله ثانيه يا حبايبي. هنا بقول لي هنا في رقم 3 هو عايز ايه؟ نفس الشغل بس هيبقى طويل شويه يا مستر. بمعنى ايه؟ بيقول لي 4 في ايه زائد 2 بي زائد 2 في ايه ناقص 3 بي. يعني كده بيقول لي بسط المقدار دوت، هنعمل ايه؟ هو عايز الاربعة تنضرب في القوس ايه زائد اتنين بي، زائد الاتنين تنضرب في القوس ايه ناقص تلاتة بي. هنعمل ايه يا مستر؟ زي اللي فوق. ها دي كام يا حبايبي؟ اربعة. يبقى مرة في الايه؟ في الايه يا مستر؟ ومرة في ايه؟ في الاتنين بي. تمام. الاشاره اللي بينهم ايه؟ زائد. هتنزل زي ما هي الاثنين يا حبايبي، مره في الايه وكمان مره في الايه في الثلاثه بي، بس نخلي بالنا من الاشارات. يلا نبدا يا مستر. اربعه في ايه؟ باربعه ايه؟ تمام. الاشاره اللي بعديها ايه؟ زائد. ايه الزائد دي يا مستر؟ ما هو عندي زائد بين الحدين، يبقى هنزل الزائد عادي. ارجع اضرب الاربعه في كام يا مستر؟ في الاتنين بي. طب الاربعه دي رقم، الرقم ينضرب في الرقم، يبقى الاتنين في اربعه بثمانيه. طب البي هي بي واحده بس، تنزل يا مستر. ماشي، يبقى كده خلصنا الجزئيه الاولانيه. اللي بينهم ايه يا مستر؟ زائد. هنزل الزائد. حلو. طب ما لسه في اتنين، الاتنين دي تنضرب في الايه برضو، يبقى الاثنين في ايه باتنين ايه، الاشاره اللي بين الحدين ناقص. هرجع اضرب الاثنين في الثلاثه بي، الاثنين في ثلاثه يا مستر بست، وهي بي واحده تنزل. تمام، كويس كويس خالص كده. بس لسه يا مستر ما خلصتش. ايوه لسه ما خلصتش. ليه؟ في حدود متشابهه عندي، اللي هي مين؟ اللي هي يا مستر اربعه ايه والاثنين ايه زي بعض. كويس. وعندي كمان التمانية بي والستة بي متشابهين مية مية. برافو يا ولاد. طب هنعمل ايه؟ هنجمع المتشابه على بعض، هنجمع الايه مع الايه والبي مع البي. تمام، تعالوا نشوف كده. اربعة ايه زائد اتنين ايه كام يا حبايبي؟ ها يبقى كام؟ قولوا يلا. يبقى 6 ايه؟ ايه اللي تم يا مستر؟ انا نزلت الايه عادي وقلت 4 و2 يبقى 6. تمام. طب يا حبايبي ال 8 بي انا عايز اشيل منها 6 بي، يبقى باقي معايا كام بي؟ 2 بي يا مستر. برافو عليك. تاني اعيد المساله المهمه دي تاني. اول خطوه بستخدم خاصيه التوزيع، هوزع الأربعة على القوس. أيوة، يعني إيه؟ يعني مرة أضرب الأربعة مرة في الحد الأول اللي هو إيه؟ وأرجع أضرب الأربعة في الحد التاني اللي هو 2 بي. كويس. يبقى الأربعة في إيه؟ بأربعة إيه؟ زائد الأربعة في 2 بي بـ8 بي. تمام؟
الزائد هي مستر تنزل، تمام، هوزع الاثنين على القوس الثاني، حلو، يبقى الاثنين في ايه ب2 ايه، والاثنين في سالب 3 بي بسالب 6 بي، حلو، ينفع اقول سالب وينفع اقول ناقص، الاثنين صح. طب يا مستر لسه ما خلصتش، انا عندي حدود متشابهه، في حد اهو 2 ايه زيه 2 ايه، يبقى نجمعوا على بعض 4 ايه و2 ايه اديني 6 ايه، ولسه فيها مستر 8 بي ناقص 6 بي برضه شبه بعض بس هطرحهم، يبقى 8 بي ناقص 6 بي هيديني 2 2 بي، يبقى مسألتي في أبسط صورة طلعت في الآخر 6 ايه زائد 2 بي، وبكده يا حبايبي ما ينفعش نجمعه لأن دي ايه ودي بي مختلفين عن بعض مش متشابهين، يبقى هسيبهم زي ما هم كده بالظبط، ما ينفعش نجمعه، ما ينفعش ايه ينجمعه، تمام؟ تمام.